بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل مع بعض نص عباد الرحمن اللي بدأناه امبارح أو الحصة اللي فاتت. إن شاء الله هناخد الجزء الثاني النهاردة. خدنا الحصة اللي فاتت إلى قوله عز وجل سجدا وقياما. النهاردة آية 7 من 65 للآية 67. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ونحن إن شاء الله نرجع سريعا على الجزء ده. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يدعون يرضون يقضون ليلهم بين السجود وبين القيام. يبيتون أي يقضون الليل، مش معنى يبيتون يعني ينامون، إنما يبيتون مجرد قضاء الليل، مجرد أن أتى عليك الليل فأنت في وقت البيات. سجدا وقياما قلنا ساجدين وقائمين يقضون ليلهم بين السجود وبين القيام. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اصرف عنا أي ابعد عنا، وعذاب جهنم أي نار جهنم التي يعذب بها الكافرون. وجهنم هو اسم من أسماء النار، وكلمنا عن عذاب جهنم والعقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمذنبين والعصاة، وقلنا جهنم قبحت في المستقر وقبحت في المقام. إن عذابها كان غراما، إن أسلوب مؤكد بإن وتعليل لما قبلها وتعبير يدل على شدة العذاب. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بيّن الله سبحانه وتعالى صفات إنفاق عباد الرحمن، فقال إن إنفاقهم هو حالة وسط بين رذيلتين. إنفاق عباد الرحمن يكون حالة وسطية، التوسط في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والإسلام ودين الوسطية. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتوسط في الأمور كلها، فعند الإنفاق لا ينبغي أن نكون مسرفين ولا ينبغي أن نكون بخلاء أشحاء، وإنما الاعتدال. فكيف يكون الاعتدال؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: من التبذير أن يحصل المرء على كل ما يشتهي. التبذير هو أن يحصل المرء على كل ما يشتهي، يعني كل ما تعوز حاجة يشتريها، ده طبعا هو التبذير بعينه. أما عباد الرحمن فهم قواما ما بين التبذير وما بين الإمساك. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أسلوب شرط يبين اعتدال عباد الرحمن في إنفاق المال، ويصرفوا ويقتروا تضاد يوضح المعنى. وكان بين ذلك قواما، تعبير يدل على الاعتدال أي اعتدالا بين ذلك وبين ذلك. الآن بعد كده: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يدعون أي يعبدون ويشركون مع الله إلها آخر. إلها جاءت نكرة في العموم والشمول، وأيضا تفيد التحقير. هتفرق فيه أي معبود أو أي إله أنت هتعبده غير ربنا سبحانه وتعالى فهو إله حقير بجانب عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى، الإله الحق المعبود الحق. وكذلك تفيد العموم والشمول. وهنا فرق شباب ما بين
حاجة اسمها الشرك الأعظم والشرك الأصغر. ويا ريت لو حد يعرف الفرق ما بينهم يقول لي كده، إيه الفرق ما بين الشرك الأعظم، الشرك بالله الأعظم، والشرك الأصغر؟ الشرك الأعظم هو إن أنا أجيب صنم كده وأعبده عندي في البيت، وده مستحيل، ما عادش حد بيعمل حاجة زي كده، تمام؟ طب يعني خلاص مستحيل، ده امال جت ليه في القران؟ لا، ده في القران لان لسه ما زال في ناس بتعبده، في ناس بتعبد البقر، وفي ناس بتعبد البوزه، وفي ناس بتعبد الهه ثانيه غير ربنا سبحانه وتعالى. فده شرك اعظم بالله. في بقى شرك اصغر، والشرك الاصغر للاسف معظمنا بيقع فيه، وهو عمل العمل من اجل ارضاء الناس وليس الهدف ارضاء الله عز وجل. ان انا كنت بعمل العمل علشان ارضي الناس، ارضي المجتمع اللي حواليا، لكن هل في دماغي ان ارضي الله سبحانه وتعالى؟ للاسف لا. بمعنى ان انا اكون جايب صدقه مثلا ورايح اتصدق بها على واحد فقير علشان ابان قدام الناس ان انا بتصدق، أو أنت جاي بتصلي مثلا في الجامع وبتصلي عادي، بتبص كده لقيت جنبك المدرس بتاعك بيصلي، المدرس بتاع الدين بيصلي جنبك مثلا، أو بتاع العربي. فقلت لا، أما أصلي بقى حلو بقى علشان المدرس يعرف إن أنا يعني إيه بعرف أصلي كويس. هو ده بقى الشرك الأصغر. وده اللي للأسف معظمنا بيقع فيه. ان انا اكون مثلا اقول ايه، اما اقرا كويس واتكلم كويس واحضر كويس، ليه؟ عشان الطلبه تقول عليا ان انا مدرس شاطر، او يجي عندي درس مثلا، او مش عارف ايه الحاجات دي. يبقى انا كده بعمل العمل لارضاء الناس، مش بعمل العمل لارضاء الله عز وجل. مش هدفي الاساسي هو ارضاء الله، انما الهدف الاساسي عندي هو ارضاء الناس. ومن ارضى الناس في سخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه. فالمفروض يكون عملنا كله لوجه الله عز وجل، ما كنش بعمل أي عمل تاني لإرضاء أي حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قلنا إلها يعني معبودا آخر غير الله، جمع إله آلهة. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أول حاجة لا يعبدون إله غير الله سبحانه وتعالى، لا يقعون في الشرك الأعظم. طب هو ممكن حد يقع في الشرك الأعظم؟ ممكن طبعا. الدليل، إن خليل الرحمن وأفضل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بعد سيدنا محمد، وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما انتهى من بناء الكعبة، انتهى من بناء الكعبة، ده رمز التوحيد اللي بنصلي عليها، اللي احنا بنصلي نقول لا إله إلا الله. تخيل إنه بعد ما انتهى من بناء الكعبة يدعي ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني يا رب احفظني أنا وولادي إن حد فينا يجي عليه يوم من الأيام ويعبد الأصنام. تخيل إن سيدنا إبراهيم خايف لا يعبد الأصنام. أمال إحنا نروح فين؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. طبعا آخر جمعها آخرون. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يقتلون أي لا يرتكبون القتل. النفس التي حرم الله، وهنا إيجاز بالحذف وهي تقديره، الذي حرم الله قتلها. حرم يعني منع، وعكسها أباح وحلل. يعني لا يقتلون النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها. طب مين النفس اللي ربنا حرم قتلها؟ كل مخلوق على وجه الأرض. ليس لك الحق في قتله، ما تقتلوش. طب مين اللي انا ليا حق ان انا اقتلهم؟ انت
مالكش حق انك تقتل اي حد، انما دي حاجه بتاعه الله سبحانه وتعالى، بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى اللي حدد مين اللي اتقتل هو ربنا سبحانه وتعالى، وربنا حدد في الحدود ان اللي يقتل قاتل النفس، من قتل يقتل، من قتل يقتل. ايه ده؟ معنى ان لو واحد مثلا قتل حد قريب ان انا اروح اقتله وربنا قال كده؟ لا، ربنا ما قالش كده، ربنا قال من قتل يقتل، ومين اللي يقتله؟ ولي الامر هو اللي يقتله، لا مفتي الجمهوريه اللي الدوله موكله ان هو اللي يقتل. انما انت تقتل انت، لا مش بتاعتك خالص خالص، ومش من حقك خالص. يبقى ده لا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق. ومن ضمن القتل كمان الزاني المحصن، وهنقولها حالا. يعني ايه زاني محصن؟ يعني واحد متجوز واحده وزنى، عمل علاقه مع واحده ثانيه في الحرام، فده الحد الاسلام يقتل، ومن بدل دينه فاقتله. يعني واحد دخل بالاسلام عمال بيهزأ بيستهتر ويسلم يوم ويقول لا ده انا هرجع تاني للكفر، ويرجع تاني للاسلام ويرجع تاني للكفر، فده حل الله سبحانه وتعالى سفك دمه، لكن برضه لولي الامر ويتحكم عليه بالقضاء. انما الموضوع مش متساب، اللي عايز يقتل واحد يقتله، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. فهنا حل الله سبحانه وتعالى قتل بعض الاشخاص، ولكن ليس انت المعني بالقتل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن ضمن النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم قتلها هي نفسك. يعني اقتل النفس اذا انتحر؟ يعني ايوه، حرم الله سبحانه وتعالى الانتحار. وقال الله عز وجل انه خالد في النار، اللي يعمل حاجه زي كده هيكون خالد في النار. هي كبيره من القبائل، من الكبائر، لا يسامح الله سبحانه وتعالى عليه. بمعنى ال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى، يعني اللي يطلع على مكان عالي وينط من عليه فهو في قعر جهنم يتردى، يعني يطلع على مكان عالي في جهنم وينط في قلب جهنم، ولما يقع تحت يتصدم بالقاع ما يموتش، الملائكة تقومه وتنط وتطلعه تاني وينط، وهكذا. ومن ضرب نفسه بحديدة، يعني قتل نفسه بسكينة، بقال حد خبط نفسه بحاجة موت نفسه متعمد، فده جزاؤه عند ربنا سبحانه وتعالى برضه إن هو هيكون يضرب نفسه بهذه الحديدة أو بهذه الآية الآلة في جهنم. فهو عذاب شديد جدا من الله سبحانه وتعالى. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أسلوب في لا، أسلوب نهي، أسلوب نفي، وإلا بالحق أسلوب استثناء. ولا يزنون، أي لا يرتكبون فاحشة ومعصية الزنا، لا يقعون في الزنا، لا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الزنا هو ان واحد يعمل علاقة مع واحدة ويكون العلاقة دي محرمة وهو ما فيش ما بينه وما بينها اي علاقة، تصل قرابة ولا مش عارف ولا خطبها ولا متقدم لها مثلا ولا اي حاجة، وعامل علاقة محرمة ما بينهم، وليس هناك أي علاقة تجمع بين الرجل والمرأة الأجنبية سوى علاقة الزواج فقط. طب ينفع صحوبية؟ لا طبعا ما ينفعش صحوبية. قال الله عز وجل ولا متخذات أخدان، أي متخذات خدن، خدن أي صاحب، يعني بمعنى أصح ما ينفعش يبقى ليكي واحد صاحبك من دورك بقى، زميلك، المسميات بقى اللي احنا بنسمي بعض بيها دي، تمام، انتيمي، مش عارف ايه، الفريند بتاعي، كل الكلام ده كله حرمه الله سبحانه وتعالى. يبقى حل الله سبحانه وتعالى العلاقة تكون بين الرجال والنساء، تكون علاقة محترمة، تكون علاقة قائمة على الود والاحترام، وليس علاقة محرمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب،
وقال يا رسول الله انا عايز اتجوز ومش لاقي اتجوز، فاذن لي بالزنا، اذن لي بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه عمالين يقولوا له مهما اسكت بتقول ايه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا اترضاه لامك، ترضى الزنا ده لامك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم، اترضاه لاختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم، اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالاتك؟ اترضاه لكذا لكذا لكذا؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال اللهم ضخ قلبه، فخرج الشاب وهو يقول ان ابعد شيء اليه بعد هذه الجلسه هي الزنا. ولكن من اين لنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم الان؟ يبقى الحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، اللي يقدر يتجوز يتجوز حتى لو كان سنه صغير. طيب لو مش هيقدر يتجوز يبقى يصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، يبقى لازم يصوم عن فعل الزنا او ارتكاب هذه الفاحشه. وناتي هنا يا شباب لحاجه مهمه جدا جدا عايز اتكلم فيها، وهي النظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش او اللمس، والقدم تمشي تزني او الرجل تزني وزناها السير الى الحرام، او السير تمشي ورا واحده بمنتج او واحده في الشارع تعكسها تقول كلمه مش مظبوطه تبص لها بيدها من فوق لتحت كده، كل ده حرام وكل ده هيتحاسب عليه. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. عارفين اللي بيقول لك العين عليها حارس؟ ايوه العين عليها ملك بيبص وبيكتب كل نظره نظرتها للحرام ولا للحلال. وكل ده خد بالك منه، اوعى تسيب نفسك، اوعى تسيب عينك للحرام، تنظر يمين وشمال البنات لابسه ايه مش لابسه ايه، انت مالكش دعوه، انت انتج نفسك عن الكلام ده كله. اما نصيحتي بقى للبنات، فيتقوا الله سبحانه وتعالى في لبسك، حتى عشان ما تفتنيش الشباب. يعني لما تكوني انت ماشيه بلبس كويس محترم، مش هقول لك بقى انفاق، يعني لبس على قد ما تقدري يكون اللبس كويس واسع وشفاف مش يبان جزء من جسمك، فتمشي مستحيل. اللي اذا كان واحد مريض نفسي بقى تعرضت تقول لي كلمه ده مريض نفسي ده ما تعبرهوش، لكن حاولي على قد ما تقدري تكوني يعني ملتزمه علشان تبعدي بنفسك عن مواطن الشبهات، وخاصه ما اكثر المرضى النفسيين اللي بقوا موجودين في مجتمعنا للاسف في كل مكان بسبب البعد عن الدين والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزنون اي لا يرتكبون فاحشه الزنا، وده في النفي. طيب هذه الايه جمعت ثلاث محرمات او ثلاثه من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كل الدين السماوي من اول سيدنا ادم الى سيدنا محمد. حرم الله سبحانه وتعالى القتل والشرك بالله والزنا، وهذه الثلاثه من الموبقات او من المهلكات او من الكبائر، الذنوب الكبائر التي حرم الله سبحانه وتعالى الوقوع فيها. ومن يفعل ذلك اللي هيعمل كده يلقى اثاما، هيشوف اثاما يعني مكانا وعقابا شديدا من الله سبحانه وتعالى. وقيل اثاما او دية في جهنم يعذب فيها الزناة
يعذب فيها الزنا. وقيل ان الزنا في تنور من النار. التنور ده عامل ازاي؟ عارفين القمح؟ القمح واسع من تحت، مثلث كده مخروط، واسع من تحت وضيق من فوق، يوضع فيه الزنا فيغلي عليهم النار من كل مكان ولا يستطيعون الخروج منه الى ما لا نهايه. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا العقاب ومن هذا الفعل. نسأل الله أن ينجينا في زمن انتشر فيه الفتن في كل وقت وفي كل مكان. مواطن الجمال كده، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، تعبير الله على عدم التوحيد، على التوحيد وعدم الشرك. لا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأسلوب قصر. لا وإلا يبقى أسلوب قصر. لا وإلا أسلوب قصر. احنا في معانا شباب بس مش بيشاركوا، عايزين الشباب كده اللي عنده سؤال يسأل، او في اي حاجة الناس تشارك كده وتتكلم معانا عشان يبقى فيه تفاعل. لا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق الا اسلوب قصر. اسلوب القصر ده بيكون اما ضر ومجرور تقديم وتأخير او نفي واستثناء. لا وإلا، وطبعا يفيد التخصيص والتوبة. ولا يزول، تعبير يدل على عفة المؤمنين وطهارتهم. عفة المؤمنين وطهارتهم. ومن يفعل ذلك يلقى أثام أسلوب شرط للتهديد والوعيد. أسلوب شرط للتهديد والوعيد. من يفعل ذلك، من أداة شرط. عايز بقى حد يقول لي فين فعل الشرط وفين جواب الشرط؟ فين فعل الشر وفين جواب الشر؟ يا شباب فين فعل الشر؟ من يفعل ذلك يلقى أثاما. فين فعل الشر وفين جواب الشر؟ طبعا من أداة الشر، من أداة الشر. يفعل، يفعل فعل الشر، ويلقى جواب الشر، يلقى جواب الشر. ومن يفعل ذلك، روان، روان عم، يفعل فعل الشرط ويلقى جواب الشرط. ممتازة يا روان ما شاء الله عليكي. ايوه كده، عايزين تفاعل كده والناس تجاوب معانا، وان شاء الله يكون في اختبار كده صغير واسئلة في نهاية الدرس بعد ما نخلص. اما يلقى اثامة نتيجة لما قبلها، زي مروان قالت كده، يلقى اثامة دي جواب الشرط. اي جواب شرط، اي جواب شرط بيكون نتيجه لما قبلها. اي جواب شرط بيكون نتيجه لما قبلها. ايه بقى الاثام اللي هو بيشوفه؟ وايه هو قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. ايه هو الاثام يا رب؟ الاثام يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. يضاعف اي يزداد ضعفين. يضاعف يزداد ضعفين. يعني إذا كان الناس بتتعذب عذاب، فهو يتعذب عذابين اتنين. درجة حرارة النار مثلا عنده 10 مليون درجة مئوية سيلسيوس، فهو يتحط في درجة 20 مليون و 30 مليون، يضاعف له العذاب يوم القيامة. وطبعا عذاب جهنم زي ما اتكلمنا الحصة اللي فاتت، يعني احنا مهما تخيلنا مش هنقدر ان احنا نتخيله، نعوذ بالله منه. يضاعف. فما بالك بقى لو كانت الناس بتتعذب عذاب واحد وهو بيتعذب عذابين اتنين. اذا كان كل واحد واقف عليه مثلا اتنين ملائكه بيضربوه بالسياط وبالحديد في النار، فهو يبقى عليه 4 ملائكه نازلين فوق ضرب، يعني العذاب شديد شديد جدا. يضاعف له العذاب. يبقى اللي هيعبد اله تاني غير ربنا او هيزني او هيقتل يضاعف له العذاب يوم القيامه. ادي اول حاجه، ادي اول اثام. الاثام الثاني ويخلد فيه، اي يبقى فيه دائما، وعكسها يفنى ويزول. ويريته هيخلد فيه بس كده، لا ده هيبقى مهان. مهان يعني حقير ذليل، يعني هيفضل محقر وذليل في جهنم، في قعر جهنم. يعني عذاب شديد جدا جدا جدا
نعوذ بالله من هذا العذاب ومن هذا المصير. يخلد يعني يبقى ويدوم، وعسى يفنى ويزول، ومهانا حقيرا ذليلا، وعسى معززا مكرما او عزيزا ذليلا. يضاعف بني الفعل للمجهول. ليه؟ لماذا يا شباب بني الفعل للمجهول؟ ها عايز حد من الناس الشاطره كده اللي معايا تجاوب، لماذا بني الفعل للمجهول يضاعف؟ ليه قال يضاعف ما قالش يضاعف؟ يلا يا شباب مستني اجاباتكم كده. يضاعف له العذاب، اصل الكلام يضاعف العذاب له، يبقى اصل القصر. طب ده مجرور ومجرور لسه قايلين حالا، اسلوب القصر بيكون نفي واستثناء او جر ومجرور. يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد. يبقى فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، تعبير يدل على تجديد العذاب. ويخلد فيه مهانا اي محتقرا ذليلا. الا شوف برضه بعد ده كله، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى توعد روان عمرو بتقول لمعرفه الفاعل وهو الله. احسنت يا روان ما شاء الله عليك، ما شاء الله ربنا يبارك. بعد ما توعد ربنا سبحانه وتعالى من يقتل ومن يزني ومن يشرك بالله بالعذاب الشديد ومضاعفه العذاب، وانه سيخلد في جهنم مهانا محتقرا ذليلا، الا ان الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله فتح باب التوبه. باب التوبه يا شباب لو كلمتكم عنه، خلق الله سبحانه وتعالى هذا الباب والضل بس المصراع ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. خلقه الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق بمئة الف سنه، خلق باب التوبه. طب ليه رب الباب ده مخلوق؟ عشان عباد اللي هيتخلقوا لما يتوبوا يبقوا يدخلوا منه. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده المذنبين، ويفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عباده المذنبين. صور ربنا سبحانه وتعالى، صور النبي صلى الله عليه وسلم فرحة ربنا سبحانه وتعالى بالتائب بصورة رجل يسير في الصحراء وكان معاه جمل، والجمل ده عليه الأكل والشرب وكل حاجة، وتاه منه الجمل. فالراجل قعد يدور زي المجنون على الجمل يمين وشمال مش لاقي. فراح رايح لقى شجرة راح نايم تحتها وقال أنا هنام هنا لحد ما ملك الموت يجي. قعد تحت الشجرة نام، صحي لقى الجمل بتاعه بالأكل والشرب واقف جنبه. من شدة فرح الراجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح خطأ كبير جدا، ولكن الله يعذره من شدة فرح. تخيل فرحة الراجل ده، فرحة ربنا بتوبتك أنت لربنا سبحانه وتعالى أعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من عظم فرحة الراجل ده اللي لقى الجمل والراحلة بتاعته. إلا من تاب وآمن، شرط التوبة يتبعها إيمان. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى شروط التوبة هنا لازم يكون معاها إيمان بالله ويكون معاها عمل صالح. إيمان لأن الإيمان يجب ما قبله، الإيمان بيمسح كل الذنوب اللي كانت قبله. وعمل عمل عملا صالحا، عمل عملا صالحا أي أنه يتوب لربنا سبحانه وتعالى بكثرة الأعمال الصالحة، لأن السيئات اللي كان بيعملها كانت بتتكتب له سيئات سيئات سيئات، فهو مطالب منه ان يعمل عمل صالح علشان يعوض السيئات اللي كان بيعملها. قال وعمل عملا صالحا فاولئك، شوف ربنا سبحانه وتعالى رفع مكانتهم لدرجه اولئك مش هؤلاء. اولئك اسم اشاره للبعيد،
تعبير يدل على ارتفاع المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فأولئك، يا سلام، يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقف عمر بن الخطاب ذات يوم وقال للصحابة: أنا أكثركم حسنات. قالوا له: من أمتى الكبر يا ابن الخطاب؟ فقال: كنت في الجاهلية أشدكم على المسلمين وأكثركم سيئات، فلو تاب الله علي وتقبل توبتي وبدل الله سيئاتي إلى حسنات سأكون أكثركم حسنات لأني كنت أكثركم سيئات. شوف الثقة في الله سبحانه وتعالى عاملة إزاي. فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، أي يغير الله، وعكسها يثبت ويبقي، يحول الله سيئاتهم لحسنات. يا سلام على رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يبدل الله السيئات اللي اتعملت إلى حسنات. أحكي لك موقف كده صغير قبل ما ننتقل للتدريبات. يعرض على واحد من المذنبين واللي كانوا بيعملوا أعمال حسنة وأعمال سيئة، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يديله كتاب ويقول للملائكة: اخفوا عنه الذنوب الكبيرة وبعض الذنوب، يعني ما تورولوش الذنوب بتاعته كلها. فيجي يقرأ الكتاب بتاعه يلاقي الذنوب كتير عملها لكنه تاب وعمل عملا صالحا وآمن. فيقول ميلو بين نفسه: ده فيه ذنوب هنا مش مكتوبة، ده لو كتبت كنت رحت في 60 داهية، ولا كده كده شكله رايح في 60 داهية بسبب كثرة الذنوب دي. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يسأله يقول له: عبدي هل ظلمك كتبتي؟ يقول له: لا والله يا رب. في أي ذنب أنت عملته أو في أي ذنب مكتوب غلط؟ يقول له: لا والله يا رب. طيب في حسنة أنت عملتها ومش مكتوبة؟ يقول له: لا والله يا رب، كله مكتوب. فيقول له: سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها وأبدلها حسنات. فيتجرأ العبد على الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب، ولكني أرى سيئات كثيرة وأعمال سيئة كنت أعملها وليست مكتوبة هنا. فيضحك الله سبحانه وتعالى من جرأة العبد، أو يضحك على عبده. سبحان الله، ما أحلمه وما أرحمه، وكان الله غفورا رحيما، أي واسع الرحمة وواسع المغفرة. يخلط فيه مهانة، تعبير يدل على البقاء والدوام، ومهانة طبعا توحي بالتحقير، توحي بالتحقير. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أسلوب استثناء يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده التائبين. عمل عملا صالحا، أسلوب توكيد، عمل عملا صالحا، وعملا نكرة للتعظيم الأعمال وللعموم والشمول. يقول لك: اضرب في كل غنيمة مثلا، يعني اعمل، صلي وصوم وتصدق، اعمل كل حاجة. أولئك اسم إشارة للبعيد، التعظيم عباد الرحمن التائبين، عباد الرحمن التائبين. يبدل الله سيئاتهم حسنات، تعبير يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالتائبين، وسيئات وحسنات بينهما تضاد، وكان الله غفورا رحيما. ختام بالآيات تدل على غفران الله سبحانه وتعالى وكثرة المغفرة وكثرة الرحمة، فغفور ورحيم في غطاء مبالغة. شفت يا تدريبات كده يا شباب على الغنان حصادي والحصه اللي فاتت، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. معنى هونا، يلا شباب لو حد يعرف يجاوب بسرعه، نجاوب كده مع بعض بسرعه. هسيبكم بس روان وملك والناس اللي معانا الممتازه الشاطره اللي بتجاوب معانا دي من اول حصه، بسرعه كده بسرعه، وهستنى الإجابة بتاعتكم. يلا هسيبكم بالظبط 30 ثانية.
أخوان هونا في سفينة ووقار. مفردات عبد وعابد ثمانية أروان وقاعدين سينا. عابد قلناها الحصة اللي فاتت، جمع أرض، جمع لكلمة أرض أراضي وأراضون وأراضين، حيث نربطها بجمع المعاد نبطل السبب. فسر الآيتين بأسلوبك. قال الله عز وجل عن عباد الرحمن وعدد صفاتهم فقال: الذين يسيرون على الأرض في هدوء وتواضع وسكينة. وإذا وجه إليهم أحد السفهاء كلاما فإنهم يردون النساء بما هو أحسن منها. أما عن قيامة أو أما عن صفة قضاء ليلهم فإنهم يرجون الليل ما بين السجود وما بين القيامة. ماذا ترى في قوله تعالى سجدا وقياما؟ لا ده فيها كتير. أولا سجدا جمع، وقياما جمع، والجمع يفيد الكثرة. لو جالي عنوان جملة زي دي ما اكتبش جملة واحدة بس، أو ما اكتبش جمال واحد بس. أولا جمع يفيد الكثرة، سجدا وقياما بينهما تضاد يؤكد المعنى. و طبعا قدم السجود على القيام للعلم، لأن السجود أهم من القيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. كيف يواجه عباد الرحمن الجاهلين؟ قلناها في الشرح. إما أنهم لا يردون أصلا من الأساس، وإما أنهم يردون بقول يسلمون فيه من الأذى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. مين يقول لي معنى اصرف وجمع عذاب؟ وإيه الجمال فيه إنها ساءت مستقرا ومقاما؟ أنا أقصر هنا الآيتين لأن يبقى محتاج كتابة كتير، فأقول أنا التفسير بتاعها. ثلاثة أروان يبان الله صفات عباد الرحمن، ومنها المشي في تواضع وعدم الرد على الساعة أحسن فيه، بارك الله فيك. فسر الآيتين. يقول الله عز وجل عن صفات عباد الرحمن أنهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى بأن يبعد عنهم عذاب جهنم. يبعد عنهم عذاب جهنم ليه؟ لأن عذابها كان ملازما للإنسان طوال حياته لا يفارقه، كما أنها قبحت في المستقر وقبحت أيضا في المقام. لا تنفع مكان للاستقرار والراحة، ولا تنفع مكان للمقام للزيارة بس كده، لا تنفع كده ولا تنفع كده، قبحت. لها ساعة مستقرة ومقامة. إيه الجمال اللي فيها بقى؟ تمام، نقول الأول المعنى. معنى اصرف، اصرف يعني ابعد، بعد ساعة قرب. وجمع عذاب، عذابات وأعذبة، واللي قلناها الحصة اللي فاتت. طبعا قالوا إنها زاد مستقرة ومقامة، تمام، أسلوب مؤكد بإن أو أسلوب مؤكد بإنها، تمام، وساءت قبحت، وتعبير يدل على شدة عذاب جهنم، شدة عذاب. آخر سؤال معانا: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. معنى يبدل، يبدل يغير، وعكسها يثبت ويبقي، لسه قايلينها النهارده. مفرد سيئات سيئه، وجمع عملا اعمالا. فسر الايتين باسلوبك. ولازم يا شباب تعرفوا ان سؤال التفسير ده او سؤال الشرح هو اسهل سؤال. اوعى تجيب كتاب خارجي وتقعد تحفظ منه الشرح. الشرح ده انت بتقول ايه اللي انت فهمه من خلال الابيات. يقول الله سبحانه وتعالى او يتوعد الله سبحانه وتعالى: من يرتكبون الذنوب والمعاصي والاثام بانه سيضاعف لهم العذاب يوم القيامه وسيزداد ضعفين وسيبقى فيه خالدا دائما محتقرا محتقرا ذليلا. ولكنه فتح باب التوبة وقال: إلا من تاب، أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى، وعمل أعمالا صالحة فأولئك يغير الله سيئاتهم التي فعلوها إلى حسنات، يبدل سيئاتهم إلى حسنات، وكان الله واسع المغفرة شديد الرحمة.
ماذا ترى من جمال؟ وكان الله غفورا رحيما لسائلينها، تعبير يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته لعباده. كيف تكون التوبة مقبولة؟ كما فهمت من الآية الثانية، تكون التوبة مقبولة إذا تاب الإنسان وأتبع التوبة بالإيمان بالله عز وجل، تجديد الإيمان بالله عز وجل، ثم يعمل الإنسان عملا صالحا ليكفر أو ليساوي السيئات مع الحسنات التي فعلها قبل ذلك، فيتساوى سيئاته مع حسناته أو يكفر سيئاته التي قام بها من قبل. يكتفي بهذا القدر، أتمنى تكونوا استفدتم. شكرا على الحصة الجميلة، أشكركم على التفاعل. طبعا روان بتقول مستقر ومقام بينهما ترابط، يؤكد المعنى ممتاز يا روان، إجابة كانت اتقالت ما قلناهاش. ما شاء الله عليكم ملك وروان وكل الجماعة اللي كانوا، محمود وأحمد، كل الناس اللي كانت شغالة معنا، أشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ محمد معروف، معلم اللغة العربية بمدارس المنصورة كوليدج. دمتم في حفظ الله.